السلام عليكم، مساكم الله بخير. معكم دكتور بدر مراد الكندري، طبيب أشعة، حاصل على البورد الأيرلندي في الأشعة التشخيصية. أمس تكلمت بشكل خاص عن رنين مغناطيسي للركبة، اليوم بتكلم بشكل عام عن فحص الرنين المغناطيسي للجهاز الحركي MSK. بعد ذلك راح أشرح الأناتومي لكل جزء من الجهاز الحركي لحالة في يوم معين. في البداية لازم نعرف السيكونسز T1 يكون شورت TR و تايم تو ايكو. نعرفه من الفلود يكون دارك، هذا البلدر فيها فلود دارك. الأشياء اللي تبين برايت في T1 الفات والجادولينيوم والأشياء الثانية إذا كان في هيموريج أو أي شيء ثاني، لكن ندير بالنا ما يكون فات سبري. البروتون دنسيتي يكون لونج تايم ريكفري وشورت تايم ايكو، وهذا شكله تقريبا نفس T1. هذا T1 فات سبريشن انترا ارتكلر جادولينيوم داخل الجوينت ناحقين الجادولينيوم عشان نشوف الليبروم. لو ظروف هذا بعض الاحيان مو كل الفات يصير لها سبريشن، الدهون هذه ما صار لها سبريشن، هني صار لها سبريشن، وهذا كومن ارتفاكت انهوميجينيستي. 3T فات سبريشن جريدينت ايكو نستخدمه علشان نشوف الكارتلج بوضوح، ولها استخدام ثاني. الاستخدام الثاني في حالات الهيموسيدرين ديبوزيشن في مرض البي في ان اس نشوفه يكون دارك في الجريدين. البروتون دنسيتي هنا مهم علشان مع الفاتسات عشان نشوف اذا في فلويد في البون مارو او حوالينا هنا في فلويد، او نقدر نستخدم الستير كذلك عشان نشوف اذا في فلويد هنا في فلويد كاهو، فنقدر نستخدم ستير او البروتون دنسيتي. طبعا الستير اوضح يكون البلدر، شوف شلون شابه هني لونها ابيض فاقع. اذا كان هناك ورم في العظم نستخدم T1 فاتسات بري بوست كونتراست قبل لا نعطي الصبغة وبعد ما نعطي الصبغة يكون فاتسات. اقصد بالفاتسات ان الفات مفروض يكون لونه ابيض، ولكن هني لونه قامج لان سويناه سبريشن، وهذا الورم لونه ابيض بعد الصبغة. اليوم خلصنا MSK MRI، باكر راح اتكلم عن الاناتومي بيزك ني MRI والتشيك ليست.